كثيرة هي الحركات التي تجذب الجماهير وتشد من حماسهم خلال مباريات كرة القدم، خصوصاً تلك التي تأتي من اللاعبين الذين يمتلكون المهارة العالية لمفاجأة خصومهم. لكن هناك بعضاً منها يجعل المشجعين يتحمسون معها، وكأنها أقرب إلى فرحتهم بتسجيل الأهداف. النتمك، التمرير من بين الأقدام، أو الكوبري باللهجة الدارجة، هي واحدة من أكثر اللقطات التي تغير نبرة المشجع، إن كانت بإعجاب أو حتى تصل إلى مرحلة الضحك والاستهزاء بالخصم بسببها. هي طريقة للتعبير عن استخفاف اللاعب بخصمه من أجل دفعه لفقد أعصابه، مما يؤثر سلباً على أدائه وعطائه داخل الملعب. أما السبب الذي يدفع الجماهير إلى التفاعل معها فيرجع إلى شعورهم أن لاعبي فريقهم قادرون على التلاعب بخصومهم كيفما يشاؤون، وتعتبر أيضاً دليلاً على جماليات اللعبة والفنيات العالية للاعب الذي يقوم بها، ولا سيما في المباريات المثيرة. لكنها تؤخذ غالباً أنها مسيئة للمنافس، لذلك لم يكن غريباً أن يلجأ لاعب بعض الأندية لمحاولة الاعتداء على اللاعب الخصم الذي يتعمد تمرير الكرة من بين قدمي لاعب بعينه. تختلف المهارة وتبقى النتمج هي الأكثر تأثيراً بعد الأهداف بالنسبة للمشجعين.